ايه التقرير ده يا سياده المقدم؟ فاصوليا من كارفور؟ ترتر وزراير من نمروسي؟ ملايات سرير مقلمه من صدناوي؟ انا كنت بعت حضرتك تراقب خالتك؟ يا فندم، هي دي الاماكن اللي كان بتردد عليها الفتره الاخيره. انا هطلع امر بالقبض على مجدي تختوخ حتى لو عمل مخالفه مروريه. يا فندم، ما انا كان ممكن اعمل كده من الاول. الفكره ان احنا هنمسكه متلبس بلبن العصفور. ارجوك يا فندم، كفايه ان انا وصلت الاول الخيط. اول خيط مين يا عم الترزي؟ احنا عايزين نهايه الخيط. هنوصل له يا فندم، هنوصل له. انا حاطه تحت المراقبه 24 ساعه عشان نعرف مكانه وميعاد التسليم، وبالمره نعرف ايه هو لبن العصفور اصلا. انت مش مكسوف من نفسك يا سياده المقدم؟ انت بقيت عبء على ميزانيه الوزاره. كاميرات مراقبه وتسجيلات كمائن بدل سفر. بقول لك يا سياده المقدم، انت تطلع دلوقتي على مول مصر. بس يا فندم، بس مش وقت شوبينج يعني. انت مش راح تجيب لي جوافه، انت اتنقلت تامين منشات عامه. اتفضل. في حاجه صغيره كنت عايز اقول لحضرتك عليها. وحياه كل ماموريه طلعتها في عز البرد، وحياه كل طلقه عدو اتضربت عليا وما جاتش فيا، وحياه شنبي ده لجيب مجدي تختوخ هو ولبن العصفور. انا كنت شايل لك حاجه مهمه. ايه؟ اتفضل. ده حرز جديد يا فندم؟ دي هتستخدمها ان شاء الله في الشنب باذن الله. الله اكبر. ده هنزل الزباله واجي على طول. الله اكبر. تحت مش هتاخر. الله اكبر. انت بتصلي العيد؟ السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. على فين يا يونس؟ انا طلعت اللحمه من الفريزر عشان اعمل لك صينيه بطاطس. لا حضرتك كلها بالهنا والشفا، ده انا لازم انزل. هو لعب عيال ولا ايه؟ وديني وايمان يمشوا، مش هتعرفني طريق. امتى؟ ايه؟ مش قصدي، ده حضرتك يعني مأنسني جدا في البيت ده. انا مش عارف هعمل ايه بعد ما حضرتك تموت ان شاء الله. بس والنبي يا استاذ مجدي، مفيش داعي حضرتك تحط الذخيره في درج الشباب بتاعي ده يا فندم، ده شيء مرعب جدا. ايه يا كردي، احنا مش قلنا الذخيره في المطبخيه في المطبخ؟ حطيت الذخيره في المطبخيه يا دوله، وجمعت له الشرابات الفرده واحده، هي واقفه على فرده بس هجيبها. انا متاكد انك هتعمل كده. وكمان والنبي الاستاذ سنوب دوج ده، ما فيش داعي برضه ينام معايا في الاوضه، ده بيفضل باصص لي طول الليل بصه، ما بيجي لي كوابيس طول الليل. بص اهو هي البصه دي. ما تبصلوش كده يا كردي، في ايه؟ يلا اتفضل، تعال خد مصروفك عشان لو جعت في الطريق. ايه ده؟ معلش، اصلها صاحبه الكارت فما رضيتش اسيبها. ايه ده؟ شوف مين على الباب. ايه ده؟ مش بتدخلني ليه؟ انت جايبني سوان جوه ولا ايه؟ حاجه زي كده. امشي دلوقتي انت يا شندويل. ايه ده؟ ايه الفلوس دي؟ انت كنت بتلعب قمار ولا ايه؟ يا شندويل امشي بقى. معلمين اتصلوا ولازم نروح اسكندريه. اسكندريه دلوقتي؟ واللحمه اللي انا طلعتها من الفريزر دي؟ لحمه ايه يا دوله؟ بص ايدك، ركز معايا. الفلوس اللي احنا سرقناها من البنك مش معوضه الفلوس اللي خدها البهيمي، وانت رحت اشتريت لي البيت ده وعقارات ومحلات. ركز، لبن العصفور قرب. انت عارف البضاعه اللي في المايه دي ثمنها كام؟ وانت عارف اللحم اللي انا طلعتها دي كيلو بكام؟ ده انا مطلع كيلو ونص على الاقل. انا جاي احذرك، في ناس شافت العجل اللي اسمه مجدي تختوخ ده بيلف في المنطقه، وده راجل اوسخ من وساخه. اشاعات اشاعات والله يا شدويلي، ده اطيب من الطيابه. طيابه ايه وانا بكلمك على امك؟ بقول لك ده راجل وسخ. المهم لو اتعكشت في الجيلي انا اعرف ازاي اتعامل مع الاشكال اللي ما عندهاش لا قلب ولا ضمير ولا ولا. اتوحشني سيد الناس. لسه بشكر فيك. اساله سيد الناس غصب عنك. يلا ايه ده يا شدويلي؟ انت شارب سجاير؟ لا 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 استاذ مجدي، ده شندويلي ده غلبان جدا والله، ده اغلب مني بكتير. اقول لك حاجه، ده انا بالنسبه له زيك بالنسبه لي بالظبط. خش اوضتك، خش اوضتك. ويا ترى بتشرب سجاير لوحدك ولا بتشرب يونس معاك يا شندويلي؟ لا يا باشا، انا بغير بشرب لوحدي. ماشي، انا عارف انا كلامي مع مين بالظبط. أمو شندويلي، خلي ابنك يبعد عن يونس، ابنك بايظ وبيشرب سجاير، سامعة؟ بيشرب سجاير. يا ريس، البطاطس دي طبيخ ولا آلية؟ انت بتصلي عليه اجي في وقت تاني؟ انت بتعملي ايه عليه؟ راقب النملة يا يونس. بتراقبيها ليه؟ ما تموتيها وتخلصي. انا عايزاها توصلني البيت. طب ما انا اوصلك البيت، انا معايا عربيه بقى. بيت النمل يا يونس، بيت النمل، انا عايزه اروح للملكه. طب ما هي عمرها ما هتروح البيت طول ما هي شايفاكي مراقباها. يونس
مقطعني على فكره. انت جاي ليه؟ انا جاي اقول لك ان انت كان عندك حق يا علي. موضوع حسن ده فوقني. عمو يوسف هيبقى انسب كتير للفيلم، عمو يعني زهق كده وهيليق في بعضك. ايه يا يونس؟ انت برضه معلق نفسك بالفيلم ده يا يونس، وعلى فكره انت مش هتعمل حاجه ومش هتوصل لحاجه. ليه الاحباط ده يا عليا؟ وانا اللي جاي عشان اقول لك ان انا خلاص عايزه اتقدم لك واقابل اهلك و... وتقول لي ايه بقى ان شاء الله؟ انك عاطي ما بتشتغلش ولا هتقول لهم بنتك وهي بتشتغل هي اللي هتصرف على البيت وهتصرف عليا عشان انا عاطل؟ تصرف ايه؟ انت وانت يا عليا عشان لابسه اللبس ده هتفتكري لي نفسك شغاله في ناشونال جيوغرافيك؟ ده انت مستقبلك كله واقف على النمله اللي ما راحتش بيتها. اياك تجيب سيره النمله دي خلاص على لساني. النمله اللي انت بتتاري عليها دي احسن منك بكتير. احسن مننا؟ طبعا اشتغل بتتعب. ماشي يا عليا ما كانش العشم، بس بكره تشوف يونس اللي مش عاجبك ده هيبقى ايه. سلام. سلام يا حبيبي. سلام. ودي مجدي خد قلب الست ودلوقتي مجدي عايش بقلبها. أنا حاليا بحضر لفيلم اسمه الخبث والخبائث. اللي كاتب الفيلم ده ولد عبقري اسمه يونس عبد الحي. الصراحة أنا أول ما قريت السيناريو كنت هموت من الضحك. بس ده فيلم رعب يا أستاذ كريم. أنا كنت هموت من الرعب. أنا مش عارف إزاي حسن الرداد الله يرحمه رفض فيلم زي ده. الله يرحمه طبعا، دي كانت حادثه فظيعه. بس السيناريو فيه شويه مشاكل بسيطه، بس هعمله والله هعمله تلاتة بالله العظيم هعمله. دراما مشوقه، فكر ناضج. انا عندي احساس يعني ان فيلم الخبث والخبائث هيمسح تاريخي كله بستيكه. الف مبروك على الفيلم يا سيدي. ايه انت النجوميه تاخدك مننا ولا ايه؟ مشغول بقى يعني والله مش ملاحق على الافلام المعروضه عليا. ما تشوف لي معاك دور كده يا يونس في الفيلم. اي دور اعتبرني من الخبائث. انا هقفل معاكي بقى علشان نيلي كريم على الويتنج. باي باي. الحمد لله الحمد لله، ده احلى يوم في حياتي. كريم فهمي طلع في برنامج وقال انه عاجبه الفيلم بتاعي جدا وقرر ان هو يمثل رعب وخلاص هيغير جلده. كان لازم يغير جلده يا يونس، مش احسن ما كنت انا غيرونه؟ ولا انت فاهمه اي حاجه؟ يا ده انا خلاص كنت قربت اصدق ان انا ما بعرفش اكتب رعب. ازاي بس يا يونس؟ ده انا سامع ان الفيلم مرعب ولذيذ جدا. جدا والله، وكمان الحمد لله موضوع عليا كده بقى اتظبط واقدر اتقدم لها الحمد لله. ليه يا يونس بس هتعليلي السكر يا حبيبي؟ عليا دي انا قلبي مش بيستريح لها. انا مستريح لها يا يونس، دي ما بتحبنيش. بتحبني انا يا حبيبي؟ الناس دي مش من توبنا يا يونس، ده ابوها مهندس. ايه مش عارف تسمع كلامي بقى يا يونس في الجواز؟ خد الانكا. الانكا دي يا يونس ابوها كان انتيم عمري جوستاف رئيس المافيا الروسي الله يرحمه، انا اللي قتلته بايديا دول. ايه ده وبتقول قدامها عادي؟ ما هي ما بتفهمش عربي يا يونس، يعني ملهاش في لت وعجن النسوان بتوعنا دول. طب ايه رايك بقى ان الانكا اللي مش عاجباك دي بتفك كلاشينكوف وتركبه في اقل من 30 ثانيه؟ طب يا حضرتك ده يعني هيفيدني بايه بعد الجواز يعني؟ ولا حاجه. بص يا استاذ مجدي، هي طبعا يعني استاذه الانكا شخصيه محترمه جدا باين عليها يعني، بس انا اسف انا مش هتجوز غير عليا. انت لو اتجوزت عليا دي انا لا هدخل لك بيت ولا احضر لك فرح. تبقى عملت فيا خدمه مش هنساها لك طول عمري. سلام عليكم. كده يا يونس قلبي وربي غضبانين عليك ليوم الدين. تيجي ننزل احنا البسين؟ اثبت. ادخل خد كل حاجه، خد كل حاجه، هو ده اللي معاك. بتعمل ايه؟ اتفضل معايا. اتفضل معاك في ايه؟ هو انت مش حرامي؟ المقدم عاطف الشعلة
انت مطلوب القبض عليك. هو فين البوكس؟ هو حضرتك بدأت الرحلة ليه؟ وانا ركبت؟ انا في الزفت اللوكيشن بسرعة عشان معايا متهم. اوبر بقوا سيئين جدا. هو حضرتك متأكد انك ظابط؟ ولا هي يعني هواية بتمارسها مع صحابك يعني لو بتلعبوا يعني يقول لك يا حضرة الظابط، تقول له يا حضرة الدكتور، يقول لك يا جناب السفير. بتهزر يعني ولا ايه؟ لا